شاركت إيمان باتما رفقة خطيبها أيوب حمي فيديو قصير عبر حساباتهما على موقع الإنستغرام يوافق أقوى لحظات حفل خطوبتهما. إليكم التفاصيل. وعلى ما يبدو أن إيمان باتما ندمت كثيرا بعد نشرها للصور وكشف تفاصيل الخطوبة التي مرت في أجواء عائلية، وأصبحت خائفة من العين والحسد، حيث نشرت عبر سطور حسابها على الإنستغرام وهو كأول تعليق لها بعد الخطوبة تدوينة قالت فيها: اللهم اكفيني شر الحسد والحاسدين والحاقد والخبيث، ومن أراد بي وبأهلي سوء ورد تدبيره في تدميره يا الله.